وعلى رأسهم الفنانة عفاف شعيب اللي معانا خطوة بخطوة من أول يوم، وجميع السادة الإعلاميين الموجودين النهاردة بوجه لهم كل الشكر على دعمهم لينا وحضورهم المشرف. عايزه كمان اشكر الدكتور عاطف عبد اللطيف علشان هو داعم كبير جدا لينا سواء في مهرجان السياحه او في حمله وحشتونا جمعيه مسافرون. بشكر كمان وزاره الخارجيه النهارده هي موجوده معانا وهتدعم الخطه بتاعتنا القادمه في زياره جميع الدول العربيه وكذلك الدول الاوروبيه. طبعا انا مش عايزه انسى حد، ولكن في زخم اعلامي كبير موجود. بشكرهم كلهم وبوجهلهم الشكر. وحشتونا ويعني عايزين نرد جزء صغير قوي من الحاجات الحلوه اللي بتعملوها لنا كل سنه. ربنا يخليكي محظوظه حنان، وكلمينا عن نجاح فتاه العرب المثاليه والمشاركه السنه دي اللي فازت كمان من مصر. الفتاة العربية المثالية نجحت السنة دي جدا، ونجحت بفضل دعم المؤسسات الحكومية اللي كانت واقفة معانا والإعلام والناس اللي دايما بيشجعونا ووزارة السياحة وهيئة التنشيط بصفة خاصة. وبناء عليه احنا النهاردة عايزين نرد الجميل، عايزين نطلق حملة وحشتونا ندعمها مع معالي الوزير وناخد انطلاقها من هنا ونتجه بها للعالم العربي ثم الأوروبي، ونرجع إن شاء الله بمليون سائح عربي ومليون سائح أوروبي وهنقول لهم وحشتونا وتعالوا زورونا تاني. وزارة السياحة هل بتقدم فعلا دعم حقيقي ولا مجرد شعارات؟ بتقدم دعم حقيقي. النهارده وزاره السياحه هي اللي قايمه بالموضوع، ومهرجان السياحه هو كل سنه بتدعمه الوزاره وهيئه التنشيط، ومش بس هو الموضوع دعم مادي ولكن دعم معنوي، تسهيل جميع يعني الصعوبات اللي بنتعرض ليها. طبعا هم بيذللوها لينا بكل ارتياح. في طبعا معالي وزير السياحه السنه دي طبعا استقبلنا وكرم المتسابقات وادهم سفيرات للسياحه المصريه كنوع من انواع يعني الدعم والتشجيع. كمان عندنا النهارده، ولو حضرتك موجود هنا هتلاقي ان وزاره السياحه ممثله هنا دلوقتي وهيئه التنشيط، وموجودين معانا فعلا ناس منهم بيدعموا هذا الحدث. لازم كلنا نكون ايد واحده لحمايه هذا الوطن، لان مصر غاليه علينا كلنا، ومصر ادتنا كتير لازم احنا كمان بقى نديها، وعلى قد ما ادتنا على قد ما هنديها. لو في اخر الدنيا وقالوا لي هتمشي على رجليكي لان تقول اي حاجه لمصر، والله همشي بلا مبالغه وبلا مجامله وبلا اي حاجه، لان انا بعشق هذا الوطن. اهلا بك معانا في اخبار اليوم، وكلمنا النهارده عن حمله وحشتونا. يعني دعم في المجال السياحي، احنا في اشد الاحتياج لتنشيط السياحه في هذه الفتره، ان هذا المجال ادير بشكل مباشر، لانه العائد بتاعه بيبقى عائد مباشر على الاسر، وبالتالي واجب كل واحد فينا ان هو يساهم في هذه الحمله. تقول ايه الدستور؟ نعم طبعا، ده عايز اكلمك. الجميله مريم، الف مبروك على لقب ملكه جمال الفتاة العالم المثاليه، وكلمينا عن اللقب. هو لقب مهم جدا، وانا سعيده جدا انا خدته وانا شرفت مصر، وربنا يقدرني ان شاء الله اكمل الرساله الاخر. تكلمتيني ان انت في البدايه في ساعه الترشيحات ان انت هتعملي مجموعه من الفعاليات الانسانيه لمستشفى 57 ثالث 57، كلمينا ايه بقى اللي هتحققيه فعليا بعد ما خدت اللقب؟ اوكي، هو فعليا دي اول حمله لتنشيط السياحه، بما اننا برضو خدنا سفيرات للسياحه المصريه، فدي حملة وحشتونا لتنشيط السياحة المصرية في الوطن العربي. دي تور هتقوم حول الوطن العربي كله إن شاء الله نبقى فيها، وبعدين تاني حملة إن شاء الله، يعني إن شاء الله بنخطط لها، حملة 57 3 57 دي للمستشفى، ويعني هي دي الحاجات لسه، يعني إن شاء الله ربنا يقدرنا بس تخلص واحدة واحدة إن شاء الله. إيه خطتك تانية؟ هتخش المجال الفني بقى ولا هتكمل؟ هو انا عايزه اعلاميه ان شاء الله، يعني عايزه ابقى مذيعه، مش ماليش في يعني مش عايزه اخش مجال التمثيل او المسرح او كده، فيعني ربنا يقدرني. تبقى مذيعه كويس ان شاء الله. ميرسي. اهلا بيك، اهلا بيك، واهلا بدار اخبار اليوم، ومبروك عليكم الرئاسه الجديده بتاعتكم. مبروك، الف مبروك استاذ ياسر رزق. طبعا السير، وكلمينا النهارده عن المهرجان فتاة العرب المثاليه ومبادره وحشتونا. والله بص، انا سعيده جدا بانه يتعمل مهرجان لتنشيط السياحه، لانه ده بقى كان شغلي. انا كنت بقدم برنامج سواح على مدى 12 سنه في التلفزيون المصري، والبرنامج
يعني مش قادرة أقول لك، كان يعتبر أول برنامج يروح الأماكن السياحية الرائعة بتاعتنا، بتاعت بلدنا الجميلة دي، شرم الشيخ والعريش وطابة والغردقة، كل المناطق الحلوة دي كان الناس أول مرة تشوفها في البرنامج عندي قبل ما تتعرف يعني. والحمد لله بعد كده ساهم في تنشيط السياحة، وكان كل محافظ بيحرص جدا أن أنا أروح أعمل برنامج من هناك علشان عارف المردود بتاع البرنامج الحقيقة. وياما بقى جالي شكر من وزارة السياحة ومن المحافظين، والشكر الأكبر والأهم أنه فعلا البرنامج ساهم في تنشيط السياحة ورى وجه مصر الجميل، وقدرنا برضو نخلي المسلسلات والأفلام يروحوا يصوروا في الأماكن الجميلة دي. كنت دايما أدعوهم أقول لهم ليه بتسافروا برا، ليه بتروحوا أسبانيا ولا إيطاليا ولا اليونان، ولا طب ما تصوروا هنا يعني. ففعلا نجحنا في ده وكان له مردود حلو. في رأي حضرتك ان السياحه ترجع تاني زي ما كانت بتنشطنا للسياحه المستمر؟ بص انا هقول لك، ممكن ترجع زي ما كانت واكتر، احنا مش عايزينها زي ما كانت بس، احنا عايزينها اكتر. عيب علينا العدد القليل اللي احنا عندنا 13 14 مليون سائح. لا يعني ده اسبانيا او ايطاليا بشويه يعني، احنا شواطئنا بجد احلى. انا رحت هنا ورحت هنا ورحت اليونان ورحت كل حته، لا الرمله زي رملتنا ولا الهوا زي هوانا ولا الشمس زي شمسنا ولا البحر زي بحرنا. بجد يعني هم بيتميزوا عننا في الشاطرين، يعني بيقدموا خدمات صغيرة كده تغري السائح وتخليه يجي. احنا بمجرد ما يعود كده بالكامل ان شاء الله الامن والامان في بلدنا، ان شاء الله السياحة تعود زي الاول. وبعدين بقى مش عايزينها زي الاول بس، احنا عايزينها اكتر من الاول. هتقولي ايه في الدستور؟ الدستور نعم 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 وألف نعم بإذن الله. يا رب وفقنا يا رب، يا رب الناس كلها تنزل، وعايزين أكتر من 85%. أرجوكم ما فيش حد يكسل، كله ينزل، حتى حزب الكنبة ياخد الكنبة ويروح يقف في الطابور والنبي عشان خاطرنا عشان بلدنا بقى. الفنان الجميل ياسر عشري عامل إيه أخبارك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. كلمنا الأول على مشاركتك النهاردة في فتاة العرب المثالية. والله أنا مشاركتي النهاردة في فتاة العرب المثالية ومشاركة وحشتونا، أنا مشارك بغنوة اسمها وحشتونا، هي غنوة أصلا أنا عاملها تتر برنامج وعلى تصوير بطريقة الفيديو كليب، بس هي جت بالصدفة مع اسم المؤتمر اللي احنا عاملينه، فالناس الحمد لله استدعوني عشان أغني الغنوة، وإن شاء الله نغنيها أول حاجة في المؤتمر إن شاء الله. إن شاء الله. ياسر إيه آخر أخبارك الفنية بتعمل؟ والله اخر اخباري الفنيه ان شاء الله يعني بحضر يعني غنوه وحشتونا نازله ان شاء الله، وبحضر لغنوه كده ان شاء الله على دخله الصيف فيديو كليب، وبكمل الالبوم، وان شاء الله في حاجات برده تمثيل سيت كوم وفيلمين ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي جدا يا اخي، ميرسي ربنا يكرمك. مصر 80 مليون سلامه، هتفوق وهترجعي للاحزان وهنقول لك الحمد لله على السلامه. لسه عليك الثمره بتضحك رفضة للأحزان، اسمك عالي وانت منارة في كل مكان وزمان، المتغرب فيك يتحانى وتعملي له كيان، انت عرضي وانت أرضي يا أم للأوطان، وفي الفن كل الناس عارفين انك هوليود الشرق، لو بنغيب عنك يومين بنحس يا مصر الفرق، المصريين الطيبين دول معروفين على حق، اللي يقرب من ترابها أكيد يستاهل الحرق، اسم المصري يخلي الناس من كل مكان عايزين يتعرفوا او يتشرفوا على كل المصريين، اسم رجولة وخفة دم غير كل البني ادمين، مش اهرام ولا مية نيل دي حاجات كتير تانيين. يا رب مصر تفضل في احسن احوالها، يا رب كلنا نفضل ننضم لبعض نتكاتف نجتهد عشان البلد دي مش عايزة دلوقتي فرقة، مش عايزه مسيحي ومسلم وسلفي وسني وشيعي، مش عايزه اي حاجه، عايزه حاجه اسمها انا مصر وبس. وانا كنت عامل مبادره اسمها انضم لينا في اعمار مصر ثقافيا، فالموضوع كله بينصب في الاول والاخر على ان لازم كبلد كلنا نتجمع ونتكاتف على قلب رجل واحد عشان البلد تفوق من الازمه اللي هي فيها، ففكرنا يكون في بروتوكول تعاون ما بين مبادره انضم لينا لاعمار مصر ثقافيا ومبادره وحشتونا، بحيث ان نلف جميع الدول
العربية الأوروبية خارج مصر عموما، بندي نبذة أو رسالة للعالم إن يا ريت كل واحد في أي دولة تقدر تشارك مصر معنويا أو تقف جنبها بقدر الإمكان عشان ندعم السياحة بتاعتنا وندعم الثقافة المصرية اللي مفتقدينها دلوقتي، اللي كل واحد النهاردة بقت في الفوتية بدون علم وكله عمال بيتكلم بدون وجه حق أو بيتكلم وخلاص أو عشان نحن متفرقين، فده محسسنا إن البلد رايحة في اتجاه غلط، إنما إن شاء الله البلد رايحة في اتجاه خير طول ما بنكون متجمعين وإيدنا إيد واحدة.